بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس، تحطوا لي لايك اذا عجبكم المقطع. اليوم بسوي معكم دبس الرمان. انا ما استخدمت الا 3 رمانات بس، لاني ما راح اكون فتره طويله هنا بحايل، راح اسافر، فعشان كذا ماني مكثره في الحاجات كلها، يعني الفتره هذه بس اللي تكفيني الفتره هذه. بعد كذا اذا رجعت ان شاء الله اصلح مره ثانيه من جديد. الحين فككته، بعد ما فككته صار. وهي رجعت لكم بعد ما خلصت تقريبا الكميه كامله. طبعا عندي هنا قشره، اول شيء قشره الرمان لا ترمونه، اغسلوه كويس وجففوه، له فوائد مره كثير، ومنها يقلل اعراض الانفلونزا واشياء كثير غيرها، يخفف الالتهابات بالفم وغيرها اشياء كثير. مثل ما قلت لكم تقدرون تفتحون على جوجل تكتبون فوائد قشره الرمان وتشوفونها. انا عن نفسي استخدمها دائما، بس مجرد اني اغسلها كويس، هي مغسوله الحين، واجففها في محل يكون ما فيه له حشرات ولا فيه له اي محل، يعني تجفيف نظيف نفس ما جففت البقدونس والكزبره والشبت ذيك اليوم، واخليها لين تجف، بعدين اطحنها واحطها في قاروره واستخدمها اي وقت زي الشاي كذا، بس بدون تحليه. احط ملعقه شاي صغيره وعليها مويه واخليها تنقع بعدين اشربها. هذه هي. الحين عندي عشان دبس الرمان، بعد ما خلصت منه كذا، راح اجيب فرامة اللحم وافرمها عشان تطلع لي بس منها العصير، خلاص، او الفرامة العادية او اي نوع فرامة عندك يطلع لك منها العصير، البذر اللي داخله ما يطلع. فالحين راح ابدا اسوي معاكم وتشوفونها. الحين بعد ما فرمته راح اصفيه مرتين 3 مرات 4 مرات الى احس ان كل شيء طلع منه، يعني بقالي بس الماء حق الرمان. راح اصفيه اول شيء بصفايه كبيره عشان تشيل الاشياء كثير الكبيره، بعد كذا ارجع اجيب صفايه اصغر منه واشيل منه الاغراض الاشياء العالقه الصغيره، عشان بقالي قلت لكم بس المويه. يعني دبس الرمان يختلف من ماركة لماركة باختلاف الأسعار، يعني في ماركات تكون غالية، في ماركات تكون رخيصة، في ماركات يعني ما تحسون أنه أسعار راح تفرق يعني وتأخذونه، بس أنه جرب يسويها مرة في البيت، إن ضبطت معك يعني راح تستسهلين مرة ثانية تسوينه مرة ثالثة مرة رابعة. أنا كذا إذا جيت أشتري الشيء أسوي أول مرة في البيت، أشوف الشيء إذا كان سهل علي أصير أنا أسوي مرة ثانية وثالثة، لكن إذا كان شفته صعب وشفت إن القيمة اللي برا أسهل إني أنا أشتري من برا، فلا أوقف ما عاد أسوي في البيت وأشتري من برا. طبعا هذا البذر تقدرون تستفيدون منه، تجففونه وتزرعونه مرة ثانية. أنا جدي الله يرحمه كان أي بذر ياخذه ويجففه بعدين يرجع يبذره مرة ثانية، لأنه يعني أي زرع بالدنيا إذا جيت تبذرينه مرة ثانية لازم تجففينه، أفضل لك، يعني أفضل لنفس الزرعة. أما إذا جيت زرعتيها وهي ما هي مجففة راح تخمج معك نفس البذرة، فالأفضل يعني إنك تجففين البذور بعدين تبذرينها. الحين صفيتها مرة ثانية عشان أشيل لب الرمان. هذا لب الرمان تقدرون تسوون منه، قلت لكم مربى،
على فكرة في شو اسمه هذا دبس الرمان، في ناس يضيفوا له حمض الليمون، في ناس يضيفوا، انا احبه كذا طبيعي يعني، ما احب اني اضيف عليه شيء، خلاص يكفيني هو كذا. اذا حابين تضيفون ضيفوا عصرة ملح، سكر، اللي انتم حابين تضيفون الاضافات اللي انتم تعجبكم. انا عن نفسي احبه كذا طعمه طبيعي يعني من دون اي اضافات. في بعض الشركات الماركات يعني حقت اللي ينتجون دبس الرمان يضيفون له حامض ليمون زيادة يعني. خلاص كذا راح احطها في قدر وعلى النار لين ما احس انها تبخرت كل المويه، ويبقى لي السايل مره ثقيل، يصير مره ثقيل في قاع القدر. انا تقريبا الكميه هذه كلها طلعت لي تقريبا فنجان، بس ثلاث حبات طلعت لي فنجان. يعني انت تبي تصور الحين كميه اكبر يحتاجك 3 كيلو 4 كيلو على الاقل يعني، ويطلع منه ريم. الريم هذا طبعا تقدرون انكم تشيلونه في ملعقه عشان يبقى لكم هو صحيح. هذا شايفين هذا الريم اللي قاعد يتكون الحين، شيلوه كل شويه، اشيله كل شويه انا ابغى يتبخر المويه ويبقى لي سائل مره ثقيل. الحين كذا صار دبس الرمان، فراح ارجع اصفيه كويس عشان ما ابغى فيه ولا اي حاجه من هذا الريم. لو اضطريت اني اصفيه مرتين 3 مرات 4 مرات الين يروح الريم منه هذا. لانه كذا حيبهت لي اللون، انا ما ابغى يبهت اللون. خلاص هرجع على النار كمان. خلاص كذا وصلت لنهاية الفيديو، بس بوريكم كيف الدبس الرمان صار معاي بدون اي اضافة. شايفين دبس الرمان تقريبا 3 حبات طلعت لي الكمية هذه مرة قليلة، تكفيني ان شاء الله فترة قعدتنا هنا بحايل، وان شاء الله اذا رجعت اصلح كمية اكبر من هالكمية. بس يعني عشان افيدكم ان شاء الله اكون في دبس الرمان